وتولى علاجه والحمد لله هيو شب. دكتور لكن سامر، بعد دكتور ما سامر، دفعت 101 ألف وهذا هذه مشكلة، بفواتير. هذه مشكلة. يعني طالما في كتاب من الخدمات الطبية لا نستطيع تشخيص البنت ومش عارفين شو مرضها، شو ظل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا احنا ايش الديوان بحولني على جنيه، على جنيه طبية بوزارة الصحة، تمشي بقول لي رئيس اللجنة وبيعطي كتاب لوزير الصحة، والله هاي البنت علاجها برا زي جوا، شو تساوي لها؟ شو في لها فائدة لو ما في فائدة؟ خلص بدها تتعالج هون. هاي مسؤولينا، هيهم هاي مسؤولينا والله اللي جلالة الملك والله بيعطيهم والله الثقة، وإحنا والله كنواب بعطوهم هاي يمين الثقة والله 3 مرات يا في دكتور هذا سامر، الشعب. إلا أحاسب بالقانون كل واحد إجا بطرف بنتي وكل واحد منع يعالج بنتي، لأنه أنا الكتب الرسمية اللي معي مش جايبها تزوير ولا من الشارع. وأنا بدي منك دكتور سامر أنت والأخوان جميعا يكونوا ايد واحده، خلص اتحدوا، خلينا نتفق على شغله، مش كل جماعه وهاي جماعه وهاي جماعه وهاي جماعه، بكفي يا اخوان، سائق عليكم الله، خلينا ناخذ مره واحده يطلع بكلمه واحده والله يا اخوي يا عصام، انا بس. يعني من البدايه لغايه هذه اللحظه من 4 سنوات لا اتبع جماعه، انا متعثر واتكلم باسم متعثري. يا ريت المتعثرين كلهم ما يكونوا جماعات، كل شخص متعثر هو بحد ذاته لجنه، كل شخص متعثر يطلع يحكي، هذه قضيه للجميع، كل يتكاتف يحكي بنفس الهدف، بنفس نتفق على 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 هدف، نتفق على مطلب وكنا نمشي عليه. أنا بدي أسألك دكتور سامر، نعم هسه اللي بقول لك هذول نصابين هذول المتعثرين اللي كان عليه 210,000 أو 115,000 بعتات المستشفيات وظل عليه 25، هل هذا نصاب يا اللي بتحكي عن المتعثرين؟ والله يا اخوي يا عصام انا لامست عدد كبير من المتعثرين. هي اخوي اسعى في النصاب، في قانون يحكمه، في قانون احتيال، في قانون نصب، في يا عمي في تمييز. انا لمست اغلب المتعثرين، كل بده يسد، مش نصاب يا رجل. النصاب ما بيخلي عليه ورقة، النصاب ما بيخلي عليه توقيع، النصاب ما بتمسكه يا رجل، المحتال ما بتمسكه. انا بوجه ندائي من خلال برنامجك الحلو دكتور وسهرتك الحلوه، انه يا اخوان جهدكم بالله تكونوا ايد واحده، مش بس يكون عليه 1000 وبس يكون عليه 100 واحد، والباقي عندك دكتور سامر. حبيبي واشكرك على صدر شكرا لك، صدرك والله واشكرك الله يشفي بنتك، ونتامل من مسؤولين يكونوا بغير هذا الضمير تجاه شعب الأردن وأبناء الأردن، أبناء الملك حسين، الملك عبد الله حفظه الله. حبيبي شكرا، أشكرك شكرا يا أخوي عصام. هلا سمعتوا إخواني، حكينا التعثر له أسباب كثيرة، هذا أحد أسباب إخواننا المتعثرين، ورسائل كثيرة. يا دولة عمر الرزاز نطلبك بحل هذه القضية، بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بالتخفيف على أبناء الشعب الأردني، بالتوجيه المباشر اللي وجهك إله جلالة الملك حفظه الله. نرجع بالناس جلالة سيدنا، الناس اللي تعثرت مش نصابين، الناس اللي تعثرت تجار، عماد تجارة الأردن، اقتصاد الأردن انهار من يوم تعثرت الناس، هاي أحد أسبابه. إخواني الاتصال مفتوح، أخوي محمود جابر قال بده مداخلة، ابعث كاميرا يا أخوي محمود، أو إذا بالأردن هي رقمي. إخواني اللي عنده مداخلة يتفضل، لأنه حكينا بقضية المتعثرين وسنبقى نحكي في قضية المتعثرين، لن يثنيني عن قضية المتعثرين أي شيء لحين حلها، وهذا أنا وعدته لإخواني في مصر
وفي الأردن وفي تركيا وفي الإمارات وفي كل مكان في العالم، وأنا ما تركت هذه القضية ولازالت هي القضية قضيتي. لن أسمع لمن تحدث وسأحاسبهم، أنا صابر وسأحاسبهم. وجهت اتهامات كثيرة ولكن الأيام طويلة، راح يتحاسب كل واحد على كلامه. لأنه طعن الناس مش بالسهل، وأنا حملت هذه القضية من 4 سنوات، واللي لقى شائبة عندي يواجهني من 4 سنوات، ووعدت إخواني في مصر أني راح أنزل على الأردن وأشتغل في هذه القضية على أرض الواقع. طبعا إخواني ليسوا في مصر فقط، تركيا، الإمارات، في كل المتعثرين الأردنيين في شتى بقاع الأرض والأردن. ولكن كان في سبب، فترة ابتعدت عن القضية، سبب صحي قاهر، وأغلب الناس عرفت أنه أنا كنت مريض لفترة 1.5 شهر تقريبا، ابتعدت عن القضية. وكان سبب أنه كمان الطلبات اللي علي ما كنت قادر أعرف شو أعمل في الطلبات اللي علي. فهذا جوابي لبعض الأخوة اللي ليش أنا تركت القضية شوية. أنا ما تركت القضية ولن أتركها. قضية حكيت لكم من البداية هي زي واحد من أولادي، راح أبقى على هذه القضية. أخوي اتصال مسنجر، ممكن اتصال مسنجر، اتصال مسنجر أو كاميرا هون. في أخو بعث لنا كاميرا، أخونا أمجد إيميل، خلينا نأخذ أمجد. أخونا أمجد من سوريا، متعثر أردني بسوريا، بعث لك الكاميرا. أخوي شاكر العبادي بيقول تسليم جماعي خلاص. والله إحنا يعني بجوز هاي الفترة كانت في مصر أو بفترة سابقة وأنا بمصر وحكينا عليها على التسليم الجماعي، وبجوز إنه توصل لمرحلة إذا الحكومة بدها تظلها دائرة ظهرها إنه ما تحل القضية رح نوصل لهذا. أخوي أمجد مساء الخير. مساء الخير دكتور، كيف مساك؟ مساء الورد، يسعد قلبك. طمني عنك إن شاء الله بخير. والله نحمد الله ونشكره. الحمد لله. والله يا دكتور الواحد يعني صار حتى يخجل شو بده يحكي. يعني وصلونا لمراحل الواحد ارتعب الشارع. يعني انا الاولادي الثلاثه حاليا صفوا بدون مدرسه، انا صفيت بلا عمل، انتهت اقامتي وانتهى جواز سفري كمان. لبيت عم بضبنا بصراحه، حاليا جبرنا نسكن بخيمه، نحن حاليا ساكنين بخيمه. وهذا كله من دور الحكومه، الله لا سامح طبعا، من سلام حماد جور، من حكومه ما بتسوى. يا اخوي امجد يعني خلينا نعمم، بدناش نخصص ولا حتى نذكر اسماء ارجوك. يعني بعتذر عن الوضع اللي وصلنا فيه، نحن مختصبين، احنا كنا ضحايا، ضحايا لانهم هم اللي ورطوا. طبعا اخواني يعني اذا حتى نذكر اسم او ننتقد شخص، خليني بس دقيقه اخوي امجد، ننتقده بعمله، ننتقده بمكان عمله، لا ننتقده بشخصيته و... انا بعمل، انا بنتقد حكومه كعمل وليس كاشخاص. نعم. قوانين كلها جائره بدون حسابات بدون تفكير، وكلها قهر وتجميع او تشريد للمواطن الأردني بكل الأماكن. يعني أنا التقيت بعائلة عندنا بسوريا حاليا، صبايا بعمر الورد عم يشحدوا، صبايا أردنية 2 بإيه تشحد، مع أنهم كان أبوها تاجر. شفتهم في مصر، شفتهم في مصر، شفتهم بيشحدوا، جوازاتهم مرهونة على 200 جنيه و 300 جنيه، مش لاقيين يأكلوا، بتعطوا، بيكرموا عليهم الشعب المصري. وبرضه تصور بتركيا وبسوريا وبكل مكان، هذه حال الأردني أصبحت من قضية التعثر. تفضل أخوي. بالضبط، صار في وضع كثير سيء. يعني مع أنه الأب تاجر كبير كان بالأردن، ووضعه أنا يعني علاقتي كثير طيبة، بده ساعده، بس انا مش قادر اساعد حالي صراحه، بده ساعده، بس ما بريد حيله.
حتى بس حولات ما في حولات، لا قادر ناخذ حولات. تواصلت مع السفارة حتى أجل جواب سفري متعثر مع السلامة، ما اخوي بيزبط. يعني حتى هي يعني بستغل الدقيقة من حديثك بخصوص جوازات السفر. يعني انا نوهت لها وارجع انوه لها، اخواننا الاردنيين الان في الخارج ما بيقدروا لا يستلموا حوالة ولا بيقدروا يصرفوا على اولادهم ولا بيقدر يتأجر بيت ولا بيقدر إقامة كلهم مهددين. يعني حتى في جمهورية مصر العربية إذا جوازك انتهت إقامتك فعليك المغادرة، وهي أقرب بالضبط دولة لنا. بالضبط، ونفس القانون بيطبق عندنا في أولادهم ما السعودية كمان. بتسجلوا مدارس، أولادهم مشردين. والله يا دكتور الوضع كثير سيء هنا. يعني في نقطة كمان يا دكتور، أنا كنت ماخذ سيارة من شركة تسهيلات الأردنية على المبلغ الدافع 32 ألف، قيمة السيارة كانت 35 ألف. أوكي، بتفاجأ انه الشركه رافعه قضيه ب 72 الف فوق اللي دفعته، وصلوا انه فوائد. حاطين فوائد 72 الف فوائد. بعت محامي للشركه حتى يعني يحاول يفهم في القضيه، رفضت الشركه تفتح ملف السياره لانه في خلل مالي بالملف السياره. بعت اكثر من شخص ونفس القضيه ابدا، وبالنهاية رفعوا قضية علي وعلى الكفيل وعلى زوجتي نفس الموضوع ب 72 ألف دينار. ففي أصبحت أنت يعني وزوجتك متعثرين. بالضبط أنا وزوجتي وأخوي وأخوي الثاني، العيلة كلها. العيلة كلها تقريبا تكفي ب 30 شخص، دخلنا بتعثر حاليا. أنا بقول لك بسوريا، أخوي الثاني نزل على دبي، الثالث نزل على إيطاليا، اتشردت العائلة. فعندنا يعني عندنا قوانين كثير جائرة، ووجب حاليا وجب كثير انه تتغير هاي القوانين، لانه عم بدمر ببلد، يعني عم بدمر بالشعب الاردني عن جنبه طرف، مش عم بترك حدا. ويعني صراحة تواصلت اليوم مع اصدقائي اللي بعمان، بترجوا يطلعوا من البلد، ما بدهم يقعدوا. ولك عم انا أخوي. اسمه حال خالد، اسمه جاء مطلوب. نعم، هذا حال كثير من الأردنيين حاليا. وأنوه على نقطة القوانين، يعني إحنا تحكمنا قوانين، نعم، وإحنا نحترم الدستور الأردني والقوانين الأردنية، لكن القوانين هذه كانت تصلح في عام 80، عام 70، عام 90. بالضبط الآن إحنا في الألفية الثالثة، قربنا عليها. القوانين هذه لا تصلح، لا تصلح، يجب نهائيا. تعديل هذه القوانين، يجب تغيير هذه القوانين. يعني في نعم، القوانين ضروري تتعدل، وعاد عن التجاوزات اللي عم بتصير على القانون. يعني في يعني كيف بتتجاوز على الدستور؟ انا حقي جنسيتي هذه كيف تلعب فيها؟ يعني انت عارف انا كيف اتبرع وخذ هذا القانون على اي حسابات ارتكزوا؟ وين ركيز القانونيين عندهم؟ يعني لو بيطلع بيدنا نرفع قضية دستورية ما عندي مشكلة. يعني صراحة تواصلت مع محامي دولي هنا، عم بتواصل حاليا مع محامي يكون والله دولي. والله تتفاجأ يا اخوي امجد. يعني احنا يعني حتى مشرعين القانون في الاردن بقول لك هذه مخالفة قانونية. يعني هذا جواز جنسية، يعني بالضبط كيف التجاوز عليه، عدم تجديده للمواطن الاردني جنسيته. يعني انا عشت برا في مصر وقرب جوازي ينتهي، الان صرت نعم اشعر بالخوف. يعني اغلب اخواننا في مصر، في سوريا، في تركيا، في كل مكان جوازه انتهى، يعني اصبح بلا هويه، بلا جنسيه. يعني لا غير ابنه بيقدر محرفين يسجله، لا ابنه بيقدر، اقول لك بيقدرش يمشي بالشارع. أبدا أبدا. يعني ما في فشو طلع من التغول بره على بيته. هذا؟ يعني التغول على جنسيه المواطن الاردني. تفضل يا وهذا حق اخوي. دستوري، يعني هذا حق دستوري لنا. وأنا حاليا عم بتواصل مع محامي دولي، هو الوزير اللي عمال نرفع قضية، نرفع قضية رسمية بالمحاكم الأردنية، لأنه هذا حق دستوري إلي، جنسيتي ما بسمح لك تتجوز عليها. أنت مين ما تكون هاي جنسيتي، جنسيتي اللي اخذت أبا عن جد من مئات السنين، كيف تتجرأ تتطاوع جنسيتي تحرمني أنا أعيش حياتي، تحرم أولادي وزوجتي شو ذنبهم هم هذولا؟ الأطفال أنت عم بتدمر بعائلة كاملة، 5 أطفال في ذنبهم هذولا.
انا حسيت انا حسبني دمرت عائلات والله دكتور، هاي خلقت دكتور نساء والله اولاد تشرد لو من بتشوف ورا شو هذا. بيعنا هون، لو بتشوف بيعنا بسوريا قديش في عائلات وضعها بالحضيض. يعني التقيت مع شاب اردني بمنطقه عندنا، حلف اليمين لي 3 ايام مش ماكل. والله انا جبته عندي لبيتي، جبته لبيتي طعميت اللي بقدر عليه، يعني رغم انه وضع المالي صعب، بس ما قدرت اشوف ابن بلدي وضعه هيك بالأكل. ما قدرت والله، جبته عندي على بيتي وقول بواجب صحته وعافيه عليه، بس هذا بقدر عليه. بس حاليا نحن بحاجه للمساعده، حاليا نحن وصلنا انه بلا مسكن، بلا دراسه، بلا عمل، بلا هويه. انا حاليا بلا هويه، مش معروف انا من وين، انا اردني من الهند من الصين من امريكا، انا حاليا بلا هويه بلا جنسيه حاليا. يعني هذه ضروري يكون في حركه اقوى. يعني رسالتي لجلالة سيدنا، جلالة سيدنا انا متاكد انه ما بيرضى عنا هذا الشيء. نعم نعم، ومستحيل يرضى للشعب الاردني المهانه. الشعب اللي عم بينهان، ان كان بالبلد داخل البلد او خارج البلد، الشعب الاردني عم بينهان. وانا متاكد اذا بتضل الوضع هيك احنا داخلين على متاهه الله العليم فيها. ما بدنا نحكي بلاد الجوار، ما بدنا نحكي الله يحفظ الاردن، يحفظ الاردن الله والشعب. يحفظه. وبنوجه مناشدتنا لجلاله سيد البلاد التدخل السريع في حل هذه القضيه. نتمنى من جلال سيدنا انه يتدخل سريعا، لانه حتى الجاليه الاردنيه، حتى اللي ما عليهم طلبات قضائيه وضعهم صفار صفر كمان، لا قادرين يرجعوا ولا قادرين يطلعوا. مربطين كلهم. في ناس حجزت تونس ترجع، في ناس بطل عندها فلوس، لانه وضعهم المالي اجمالا ما في فلوس. نعم. بتواصل مع السفاره بقول لك سجل على المنصه. سجلنا بدال المنصه 50 منصه سجلنا. نرجع الاولاد على البلد بس وعند سلام قلبك، سجل على المنصه وسجل بس وعلى الفاضي. ما في لا اله الا الله. شكرا يا مجد، الله يفرج على الجميع وربنا يفرج على الجميع. بتمنى من جلال سيدنا التدخل السريع لحل هاي القضايا، واكثر من شو بنقول، بتمنى لكم ليله سعيده للجميع، لكل شكرا متعصبين انه نشد شد حيلكم، تجمعوا شوي، خلينا يصير لنا صوت ووقفه صحيحه. وشكرا كثير للدكتور على الموافقه على الطلعه هذه، كل احترام لك. شكرا اخوي مجد، شكرا لك. شكرا لك، والله يخفف معاناتك ومعاناة اخوانك. تصبح على خير. تصبح على خير دكتور. اشكرك. اخواني، يعني نفس الحديث، احنا بنوجه رسالتنا مناشدتنا لجلالة سيد البلاد، ابناء الاردن بالداخل وبالخارج مشردين، ابناء الاردن حتى في السجون، نناشد جلالة سيد البلاد باطلاق سراحهم، نناشد سيد البلاد اعطاء فرصة مهلة سنتين كل مطلب المتعثرين، سنتين وتسويات بدون الربع القانوني لحين الحل عن هذه القضية، لحين تعديل التشريعات. نأمل من حكومتنا أن تنفذ توجيهات جلالة الملك بالتخفيف أعباء أبناء الشعب الأردني. مين من الأخوان تشوف؟ أخوي محمود، في محمود جابر طلب يطلع. أخوي محمود، محمود جابر ما عندك كاميرا يا محمود، تقدر تتصل ماسنجر يا محمود. أخوي محمود ما عندك كاميرا، تقدر تعمل اتصال ماسنجر. لك أعمل اتصال، بعمل اتصال أخوي محمود. مين أخوانا؟ نبيل الجعبة، أخوي نبيل قال بدي أطلع. مساء الخير عليكم اخواننا اللي دخلوا جديد معنا. محمود جابر، بعث لي يا محمود اي شيء من عندك، بعث لي اشارة يا محمود على الماسنجر.
اخواننا اللي دخلوا جديد. اخوي احمد الرماحي بعث لي اشاره، ما بعرفش يعني اذا عندي صديق او لا. اخوي احمد الرماحي بعث لي اشاره عشان اذا بدك تطلع. دكتور على كلامك لا يوجد حلول والحكومة مدتها أسبوع، شو الحل؟ أنا على كلامي يا أخوي لغاية هذه اللحظة ما صدر حلول. إحنا كل يوم بيجينا كلام، اليوم بكرة في حل، ما عارفين الحكومة ترتجف بالحل، إمتى الحل، في حل ولا ما في حل. يعني تأخذ على كلامي. أخوي جاسم مساء الخير. مساء الخير عليك أخوي جاسم. أخونا جاسم بتركيا يعني كان له دور كبير. نركز على التعليقات. هلأ بنرجع للتعليقات، ما عندنا مشكلة. الآن بنركز على التعليقات. ليش تم التنازل عن